اليوم عنا كفتة بالطحينة. الطريقة: عنا كيلو لحمة مفرومة غنم، عنا بقدونس مفروم، وعنا بصل مفروم، وعنا بهار، وعنا ملح، وفي عنا الطحينة، وعنا البصل الجوانح، وعنا صنوبر، وعنا الحامض. خلينا ندعك الكفتة ومنشوف. حط البصل، حط البقدونس، الملح حسب ما انتو بتحبوا، يعني حسب ذوقكم انتو. بنحط بهار ومنبلش ندعك. انا حطيت البقدونس على مراحل، بشوف قدي بدها لانه انا ما بحبها كتير فيها بقدونس. منبلش ندعك. خلصت دعك الكفتة، شوفوا اللون. في شغلة بدي لكم ملاحظة، شفتوا كيف الكفتة ضلت لون زهر؟ وهيدا القوام اللي انا بدي اياه، لانه البقدونس على المكنة انا فرمتهن على ايدي احسن، ولانه اذا فرمتوه على المكنة بتعطي للون اللحمة لون خضر. شوف كيف اللون زهر. هلا حنبلش نعملها كريات وندعكها هيك ونعملها بول. نعمل بعد وحدة تانية كريات ونحطها، وما بحط لها سمنة، بدخلها على الفرن لأنه هي اللحمة غنم وفيها دهنة. هلأ خلصت الكفتة ورح نحطها بالفرن على درجة الحرارة 200. هيدا الوقت لما حطيت الكفتة بالفرن رح اكسر الطحينة. عندي كوب وشوي طحينة، هحط الطحينة، هحط رشة ملح، ملح حسب ما انتو بتذوقوا، حسب ما انتو بتحبوا. وعندي حامض معصور، وبدي احط كوبين مي وبكسرهم. بخفقهم، بدنا نخفق. رح نحط صنوبر ونقليهم عشان نحطهم على وجه الكفتة، خليهم يحمروا شوي ونقليهم الصغيرة. هلا حطينا معلقتين زيت نباتي، بدي شوح البصل، شوحهم بشان يصيروا حمر كتير على زهر. خليها شي دقيقتين. طلعناها من الفرن، رح ننقلهم ونصفتهم بجات بايركس. هلا بعد ما خلصناها تصفيت بقلب الجات البايركس، رح نروح نحط الطحينة على النار. رح نسكب الطحينة فوق الكفتة الكفتة بطحينة بقلب الفرن، نخليها 10 دقايق. من الفرن رح نبلش التزيين. تزيينة هلأ خلصناها ورشينا فوق صنوبر، وللتزيين حطينا بقدونس، ورح نبلش ندوقها. هلأ شوفوا كيف ما شاء الله هيك من قلبها، ما أحلى. وعلينا